السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد غادي نشارك معكم واحد الوجبه اللي كتكون خفيفه ورائعه وصحيه خصوصا الناس اللي باغي تنزل الوزن ديالها بالنسبه لهاد الوجبه غادي نحتاجو ستيك غادي نحتاجو صوص آه صوجا غادي نحتاجو الموتارد. وملعقه كبيره ديال الزبده اللي غادي نديرها في طيفال وغنخليها تدوب بالنسبه للستيك انا نسمته بصوص الصوجا والموطارد يمكن لكم تزيدوا الزعتر يمكن لكم تزيدوا التوابل اللي بغيتو انا غادي نوريكم طريقة ديالي في التوجاد ديالهم انا بالنسبه للستيك غسلتهم بالحامض وضفت لهم دابا صوص وغادي نضيف لهم ملعقه صغيره ديال الموطارد كيف ما قلت لكم يمكن لكم تزيدوا الزعتر الزعتر كيعطي واحد النسمه زوينه صراحه ما ضفتوش انايا دابا ولكن اغلبيه كنضيفو. بالنسبه لملعقة صغيره ديال المطارد غادي نخلطهم مزيان مع ستيك ستيك ومن بعد غادي نخليهم يترقدوا فيه تقريبا المده اللي غادي نوجد فيها انايا السلطات ديالي اللي غادي نرافقها مع هذا الطبق كن كنخلي الستيك مزيان يرقد في هذا في في مع الموطار يندمجوا العناصر مع بعضياتهم مزيان من بعد كنضيف ليهم التوابل اللي هما الملح والابزار بالنسبه للناس اللي اللي كيجيهم الابزار شويه مجهد ما... يقدروا ما يستعملوش يقدروا يستعملوا الملح والكمون يعني على حسب المناسبات اللي كتبغيو نتوما غادي ندير الملح والابزار انايا الستيك ديالي وغادي نعاود نخلطهم ونخليهم يرقدوا شويه من بعد ما كدوب معايا انا الزبده كان كنقلي فيها الستيك ل... آه... كنخليه يطيب على الجهه الاولى ومن بعد نقلبه من بعد غادي غادي نقلبو حتى يطيب معايا من الجوانب بجوجهم ومن من الجهات بجوج يعني غنخليه حتى يتحمر في هذه الاثناء غادي ناخذ معكم السلطه اللي غادي نرافق نرافق بها الستيك ديالي أه بالنسبه الى الى غادي تلاحظوا ان ان هذه الوجبه ما درتش فيها الكربوهيدرات خصوصا الناس اللي باغيين يضعافوا يعني كنقصوا الكربوهيدرات الا بغينا نشفوا الجسم ديالنا خصوصا اللي كنديروا الرياضه وديك الشيء الا كنتو باغيين تغلاضوا كتضيفوا الرز ولا البطاطس ولا الشوفان آه المهم على حساب اللي توفر عندكم في المنزل. المنزل ديالكم آه الناس اللي باغيين يغلاضوا لهاد الوجبه تقدروا تضيفوا ليها آه هادشي اللي قلت لكم البطاطس مسلوقه او لا الرز او لا الشوفان بالنسبه للسلطه انا غادي نستعمل البروكولي اللي قطعته قطري آه قطعته قطع صغيره آه غسلته مزيان ودرتو يتسلق مع شويه ديال الملح وحصلت على هذه النتيجه اللي غادي نوريها لكم هنايا هذا آه هاد البروكولي راه مسلوق بشويه ديال الملح آه مده تقريبا عشرة دقائق ما كتفوتوهاش غنحتاج حبه ديال الطماطم حبه ديال البصل صغيره وحبه ديال الخس اللي غندير بهم السلطه من بعد ما طابت معنا الستيك داك الزبده اللي بقات وشط من ستيك ومن من هذا غادي نضيف ليها البروكولي وغادي نصطيه فيها ما غاديش نحتاج انني نزيد له شي شي مكون من غير انني غاني نضيف ليه الملح شويه ديال الملح حيت كاين اللي كيبغي الملح اكثر آه بالنسبه كنصحكم تنقصوا الملح لان حتى هي كتنفخ الجسم الملح والكمون باش غادي نسمهم يعني آه ضفت الكمون اكثر من الملح لان انا ديجا مسلقاه والا ما كنتوش صالقينو بالملح ماشي مشكل كتضيفوا الملح والكمون كتصطيوهم شويه تقريبا واحد خمسة حتى 10 دقائق راه كافيه انهم يتصطاو لانهم ديجا مسلوقين في هذه الاثناء غادي نوجد معكم السلطه اللي قطعتها على هذا الشكل غادي نخلطها مع بعضياتها غادي نضيف ليها الملح والابزار الملح والابزار وزيت الزيتون يمكن لكم تضيفوا الخل انا ما ضفتش الخل الا اذا بغيتوا تزيدوا الخل كيزيد كي يعطيها واحد النكهه زوينه غادي نخلط العناصر مع بعضياتها كيف شفتوا معايا السلطه مزيانه للجسم يعني خاصكم ضروري لي فيبر يعني الحاجه اللي غادي تلين المعده ديالكم ومفيد للجسم ديال الانسان يعني غازت لها زيت الزيتون غادي نخلطها جيدا ومن بعد غادي نضيفها للطبق ديالي أه بهاد الطريقه كيف ما قلت لكم هاد هاد الوجبه خصوصا الناس اللي باغيين ينقصوا الوزن بطريقه امنه وصحيه 100% وما ينقصوش لهم نسبه ديال العضلات في الجسم ديالهم بعد ما معنا ل... 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 وتقلى معنا البروكولي غادي نضيفوا ل... ل... الستيك اللي طاب اللي طاب من قبل والسلطه هكا كيجي كي الطبق ديالنا طبق صحي ومناسب للناس اللي باغيين ينقصوا الوزن بصفه صحيه ومناسبة هذه آه كانت الوجبة اللي شاركت معكم آه صحية وزوينة بزاف وطعمها لذيذ في نفس الوقت ما كتحسيش براسك انك مكلتي والو يمكن لكم تضيفوا البطاطس ولا الروز للناس اللي باغين يزيدوا في الوزن بهالطريقة الطريقة ما بقى لي الا نقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد السلام عليكم